من صباح البر النهارده 3/21 ديسمبر 2021 17 جمادى الاولى 1443 هجريه. ما اقدرش اقول اي حاجه ثانيه قبل ما اقول يسعد صباحك يا نهاد. صباح الفل عليك يا نهاد. صباح الجميل يا رب، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا في حلقه جديده من صباح البلد. زي ما هند قالت لكم عندنا فقرات كتير متنوعه، يا رب ان شاء الله تعجب حضراتكم. بس قبل ما نبتدي معاكم ونقول لكم ايه فقراتنا، خلوني افكركم بصفحتنا اللي تظهر قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه على الفيسبوك لكل اللي عايز يعرف اخبارنا او يتابعنا على مدار اليوم. هنبتدي النهارده بحاجات كتير حلوه احنا شايفينها ولمسينها يا نهاد. عندنا حجم تطوير كبير جدا في مشروعات متنوعه، واحده منها شبكه الطرق، وتحديدا تحديدا داخل القاهره الكبرى، سواء بقى بنتكلم عن طرق كباري انفاق جديده تم تنفيذها في زمن قياسي، او الطرق حتى اللي تم تطويرها وكان ليها دور كبير جدا ملموس في سيولة الحركة المرورية بشوارع القاهرة. أعتقد حضراتكم عرفتوا بتكلم عن إيه. واحد من المحاور المرورية اللي كلنا تقريبا بلا استثناء أي حد كان بيستخدمه كان بيعاني من سوء حالته لفترات طويلة، ممكن كمان كنا بنهرب من استخدامه أصلا. بتكلم النهاردة عن الطريق الدائري حوالين القاهرة الكبرى، اللي النهاردة في اللحظة اللي أنا بكلم حضراتكم فيها دلوقتي بعد ما تم تطوير معظم قطاعاته وبرضه في زمن قياسي جدا، بقى من أهم المحاور المرورية اللي بتسهل حركة المواطنين وبتختصر ليهم الوقت وبتوفر ليهم الجهد، وده حاجة مهمة جدا. امبارح الفريق كامل الوزير وزير النقل كان في جولة تفقدية هامة للطريق الدائري، وأعلن عن مواعيد الانتهاء من بعض القطاعات المهمة بالطريق واللي هتكون إن شاء الله بنهاية الشهر القادم يناير 2022 بإذن الله، وهيصل إجمالي عدد الحارات المرورية إلى 7 حارات في كل اتجاه ما عدا في كوبري المنيب اللي هيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه. عظمة فعلا والله عظمة. والحقيقة فعلا يا هند كده ان الطريق الدائري ده بيعتبر شريان لمئات الالاف من المواطنين اللي بيستخدموه كل يوم، عشان كده كانت توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسؤولين بسرعة الانتهاء من اعمال توسعة وتطوير الطريق. وبالفعل احنا النهاردة بنتكلم عن نسبة تنفيذ اكتر من 95% من اعمال التطوير. امبارح كمان وزير النقل اعلن عن الانتهاء من اعمال تطوير نفق كارفور بالمعادي بنهايه يناير 2022 لحل الاختناقات المروريه للمنطقه وتسهيل حركه تنقيل المواطنين، واعلن كمان عن خدمات جديده هتتعمل لاول مره ومنها البدء في تنفيذ اول 6 محطات من نظام الاتوبيس الترددي السريع، وكمان البدء في تنفيذ منظومه جديده لتحقيق اعلى معدلات الامان والسلامه على الطريق، وكمان هيتم الاستغلال الامثل للمساحات اسفل الكباري واستغلالها في انشاء مواقف للميكروباس، وكمان انتظار لخدمه الاتوبيس الترددي الجديد. حاجه جميله ومفرحه، ويعني دلوقتي انت بتمشي على الدائري كده انت مطمنه ولاقيه الطرق دايما في تطوير ودايما في احسن. مظبوط يا نهاد، ولسه كمان اللي جاي احسن أكيد. ومش بس كمان الطرق القديمه بتتطور، كمان احنا عندنا يعني طفره رهيبه جدا في وسائل النقل، عندنا مونوريل، عندنا القطار السريع، القطار الكهربائي، عندنا طفره كبيره جدا. كنا بنسافر بره مصر كده نقول امتى الحاجات دي تكون عندنا، دلوقتي بقت عندنا، فيا رب ان شاء الله كده دايما مصر في تقدم ومزدهر. خلينا بقى نقول للساده المشاهدين عندنا فقرات ايه النهارده. كالمعتاد عندنا فقرات متنوعه، هنبدا مع حضراتكم بفقره الاولى عن الإصرار والحلم والطموح، وإنه مهما كانت ظروفك بإرادتك ورغبتك هتكون قادر توصل للي أنت عاوزه، بس دايما خليك ورا هدفك. هيكون ضيفنا النهاردة فنان وبطل من أبطال ذوي الهمم، الممثل الشاب الموهوب محمد عزمي. أعتقد تكون فقرة مميزة جدا. أكيد، ومحمد إنسان جميل وأكيد كلنا مستنيين كده نتفرج على الفقرة. إن شاء الله. أما بقى زي ما احنا متعودين ففقرتنا الأخيرة هتكون فقرة طبية، هنتكلم فيها عن أمراض الذكورة، وهيكون معانا الدكتور خالد حافظ استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال مركز مصر للذكورة وزميل يونيفرسيتي كوليدج لندن بإنجلترا. تعالوا بينا دلوقتي نتعرف على حالة الطقس.
تعالوا نبدأ كده ونشوف يا ترى حالة الجو عاملة ايه. حاسين كلنا ببرودة الجو اليومين دول. من المتوقع ان يشهد اليوم طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل البرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم بعض درجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات الجمهورية، والبداية من العاصمة القاهرة 16-8، اسكندرية 17-10، اسماعيلية 18-11، الدقهلية 17-11، الغردقة 21-13، والمنيا 18-7. أما بالنسبة لبعض العواصم العربية والعالمية، فالبداية من العاصمة السعودية الرياض 25-11، أبوظبي 27-20، أنقرة 1-7، لندن 6-0، واشنطن 8-1، وأخيرا بكين 7-1. تعالوا كده بعد ما تعرفنا على أحوال الطقس، تعالوا نروح نعرف أسعار العملات وأسعار الذهب النهاردة أخبارهم إيه. وهنبتدي مع بعض بأسعار العملات. سعر دولار أمريكي شراء 15.64 جنيه، بيع 15.74 جنيه. يورو شراء 17.57 جنيه، بيع 17.75 جنيه. جنيه استرليني شراء 20.60 جنيه، بيع 20.84 جنيه. ريال سعودي شراء 4.18 جنيه، بيع 4.19 جنيه. دينار كويتي شراء 49.13 جنيه، بيع 51.93 جنيه. أما بالنسبة لأسعار الذهب، فعيار 18 سجل النهاردة 675 جنيه، واستقر عيار 24 عند 788 جنيه، وسجل عيار 24 901 جنيه. أما الجنيه الذهب 6304 جنيه. مشاهدينا الكرام، بجد التحية مرة تانية لحضراتكم. وصلنا فقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار والمقالات والحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. هنبدأ مع حضراتكم الجولة الإخبارية من الخبر الرئيسي النهاردة، الحقيقة بيحتوي على كثير من التفاصيل، حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة موقف ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصة سيدنا الحسين وسيدة نفيسة وسيدة زينب، موجها أن يتم تطوير الأضرحة بشكل متكامل مع الخدمات والمرافق المحيطة بمواقعها والطرق والميادين والمداخل المؤدية لها. كما تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة ما يتعلق بالتصميمات الهندسية والأعمال الفنية المتنوعة بدار القرآن الكريم وقاعة المقتنيات وقاعة المناسبات بمسجد مصر، فضلا عن الدراسات الهندسية الخاصة بمدينة الخيول العالمية مرابط. كما اطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور الجديدة في القاهرة الكبرى. المتحدث الرسمي أضاف أن الاجتماع شهد أيضا استعراض المخطط الهندسي والإنشائي الخاص بمشروع الإسكان أهالينا 5، فضلا عن مدينة الجلالة ومخططات استغلال الأراضي على جانبي طريق المدينة. حقيقة الخبر فيه أكثر من مسألة متابعة للأعمال الإنشائية، سواء كان في منطقة وسط البلد اللي احنا بنتكلم عنها، حتى ان والحكومة بتنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة، إلا أن منطقة القاهرة هتبقى أو وسط القاهرة هتبقى من الأولوية الهامة جدا للدولة المصرية، لأنها هي اللي بتعبر عن التاريخ المصري. بينضم إلينا عبر الهاتف للتعليق على هذا الخبر أستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الخير يا أستاذ صلاح. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. النهارده يعني اجتماع السيد الرئيس زي ما انا قلت، والحقيقه بيتناول اكتر من نقطه مع اكتر من منطقه في القاهره. خلينا نبدا من تطوير المنطقه الخاصه بضريح سيدنا الحسين وسيده زينب والسيده نفيسه، والحقيقه اللي هم دايما يعني حتى اللي عارف وبيروح يزور آل البيت عارف ان المنطقه دي مزدحمه جدا، صعب الوصول ليها. فكره تطوير الطرق المؤديه وتطوير الاضرحه نفسها فكره مختلفه، يمكن ما سبقش قبل كده انها اتعملت.
بالضبط. هو يعني بالامس الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد عده اجتماعات كما تفضلتي، اهمها او على راسها جاء موضوع ترميم وتجديد المقامات واضرحه ال البيت، خاصه ان مصر لديها اكثر من 6000 ضريح للعلماء والاولياء في معظم انحاء الجمهوريه. لكن اهتمام المصريين بالمساله الدينيه والشان الديني هو جزء متاصل في العقيده المصريه منذ الاف السنين. الرئيس اولى اهتماما كبيرا بمساله تطوير الاضرحه، ووجه بضروره اعاده الشكل اللائق والحضاري حتى تكون هذه المناطق يتم تطويرها بشكل متكامل وليس فقط التركيز على الاضرحه. لكن الرئيس وجه بضروره أن تشمل المسألة إضافة خدمات ومرافق وتطوير الطرق المحيطة بهذه الأماكن، كما تفضلتي أن منطقة سيدنا الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب من المناطق المكتظة بالسكان والتي يصعب بالفعل يعني التطوير السهل فيها. لكن المكتظة يعني بالسكان وكمان الراغبين في زيارة آل البيت والأضرحة من كل محافظات مصر، يعني في وقت من الأوقات بيبقى عندنا في الليلة الكبيرة لسيدنا الحسين والليلة الكبيرة للسيدة زينب. طبعا ده قبل كورونا كانت المناطق دي بتشهد ازدحام شديد. بالضبط بالضبط، لأنه يعني المصريين بطبيعتهم يحبون آل البيت، يعني صحيح. احنا الشعب المصري محب لآل البيت بشكل واضح. مسألة يعني زيارة أولياء الله الصالحين هي من المسائل المرتبطة بالعقيدة والتي يعني نقبل عليها جميعا. طب خلينا ننتقل للنقطة الثانية برضو أستاذ صلاح، لأن فيما يتعلق برضو بعرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة بما يتعلق مع الأعمال والإنشاءات الهندسية والأعمال الفنية بدار القرآن الكريم، وقاعة المناسبات، وكمان فكرة الخيول اللي تم امبارح متابعتها ومرابط الخاصة بمدينة الخيول العالمية. بالضبط، يعني هو الرئيس كان وجه بضرورة استعداد الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب يعني تطوير الطرق المحيطة والمؤدية إلى العاصمة الجديدة حتى يسهل انتقال المواطنين والموظفين منها وإليه. خطة الدولة كما تعلمين وعلم السادة المشاهدين يعني تضمنت تحديث وتطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية. هذه الشبكة ليست تطوير يستهدف فقط وضع الأطر والمعالجات لإعادة يعني الطريق إلى ما نرجو عودته عليه، لكن الهدف الأساسي كان إعادة المظهر الحضاري للمدن المصرية بالفعل. يعني الدولة أولت هذه يعني الخطة اهتماما كبيرا بحيث تشمل جميع المحاور على مستوى الجمهورية، تستهدف رفع كفاءة المحاور الرئيسية إلى جانب استحداث محاور جديدة كما نشهد وبدأنا بالفعل استخدام هذه المحاور، إلى جانب تطوير الطرق القديمة لتناسب حركة التطور غير المسبوقة اللي بتشهدها مصر. الدولة رصدت لموضوع الطرق في الميزانية الجديدة حوالي 23 مليار جنيه. أيضا يعني كما تفضلتي الرئيس تناول خلال اجتماعه مشروع أو تطوير مشروع مرابط مصر، وهو يعد من أهم المشروعات لتربية الخيول في المنطقة بأسرها وأعتقد أنه في العالم بأسرها. الموضوع مرابط مصر سيكون مشروع يعني هو الأول من نوعه في العالم، سيتضمن جميع الرياضات والأنشطة المتعلقة بالخيول إلى جانب تطوير محطة الزهراء التي تعد النواة الأساسية لمد هذا المشروع باعتبارها يعني المحطة الرئيسية التي تنتج السلالات المتميزة من الخيول العربية والمصرية الأصيلة. صحيح. هنتكلم عن مدينة الجلالة كما تفضلت. طبعا استعراض المخطط الهندسي الخاص والإنشاء الخاص بمشروع الإسكان أهالينا 5 ومدينة الجلالة ومخططات الاستغلال الأراضي على جانبي طريق المدينة. بالفعل يعني مصر أنشأت خلال السنوات الأخيرة حوالي 20 مدينة متميزة، ومدينة تعتبر من المدن الذكية في العالم، لعل على رأسها تأتي العاصمة الإدارية الجديدة التي ستكون بالفعل نقطة تحول في تاريخ مصر
المعاصر. إلى جانب أن مصر أنشأت الكثير من المدن ومنها مدينة العالمين ومدينة الجلالة التي تستهدف بالفعل يعني استغلال الموارد الطبيعية في مصر وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل. المدينة هي ضمن خطة الدولة لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة على أحدث النظم العالمية. الموقع الجغرافي يسمح بذلك، يعني التنوع الأنشطة سواء كانت سياحية أو زراعية أو حتى صناعية، تطويع الطبيعة لخدمة أهداف التنمية كان من أولويات القيادة المصرية في هذا التوقيت، نظرا لأنه هضبة الجلالة كما تعلمين ترتفع عن سطح البحر بحوالي 700 متر. الهضبة تحتوي الكثير من الثروات الطبيعية أهمها الرخام والفوسفات، تضم الآن منتجعا صحيا للاستشفاء نظرا للطبيعة أو ابتعاده عن التلوث لارتفاع المنطقة عن سطح البحر. أيضا تضم جامعتي الجلالة وجامعة الملك عبدالله. يعني مفهوم الدولة الشامل للتنمية أعتقد أنه أن مدينة الجلالة دليل واضح على هذا المفهوم. صحيح. أستاذ صلاح ابقى معنا، هنروح لخبر آخر خاص بتأكيد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم ورعاية ذوي القدرات الخاصة، خاصة مع حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الأمر، والتكليف وتكليف سيادته بمختلف مؤسسات الدولة بالعمل على تحقيق متطلبات وتطلعات هذه الفئة من المجتمع المصري، لافتا إلى أن هذا الدعم ظهر جليا خلال احتفالية قادرون باختلاف، وزي ما حضراتكم شفتم قد ايه كان الترحيب الواسع جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي والدعم لهذه الفئه. كمان جاء ذلك خلال استقبال الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس امس الدكتور اشرف صبحي وبرفقته وفد من ذوي الهمم بحضور عدد من قيادات الوزاره واتحاد الاعاقات الذهنيه، وذلك بمركز المحاكاه والتدريب البحري التابع للهيئه بمحافظه الاسماعيليه. يعني اسمح لي استاذ صلاح، هذه الزياره بتاتي ضمن العديد من الزيارات الميدانيه التي نظمت بالعديد من المؤسسات الوطنية لهذه الفئة قادرون باختلاف. تفاصيل هذه الزيارة، هذا الاهتمام من جانب الحقيقة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بالتعاون مع وزير الشباب والرياضة في تعريف هذه الفئة بمنطقة قناة السويس. هو بالفعل الزيارة كانت يعني من يعني الأشياء التي يجب أن يتم توجيه تحية للقيادة السياسية على رؤيتها الشاملة لأصحاب الهمم. الرئيس اهتم بشكل يعني لم تشهده مصر في تاريخها هذا الاهتمام بهذه الفئة من أبنائنا من الشعب المصري، نظرا لما يعني والرئيس حفز أصحاب الهمم على ضرورة يعني استغلال المهارات واستغلال طاقتهم الموجودة والكامنة بالفعل في نفوسهم. إذا أحسن استغلال هذه الطاقات سيكون يعني يمكن الاستفادة من الطاقات والمواهب الحقيقية التي تتواجد يعني في نفوس هؤلاء يعني منهم بعض العباقرة الذين قد يصلون إلى مستويات يعني إذا أحسن استغلال طاقتهم الفعلية. والرئيس عندما يعني استقبلهم وشهدنا جميعا الاحتفالية قادرون باختلاف، كانت هناك بعض الطلبات البسيطة للأطفال وحتى متوسطي السن، يعني منهم الطفلة التي يعني رغبت في أن تركب طائرة، الرئيس وجه على الفور بضرورة أن يتم تلبية طلبها. أيضا تم تنظيم زيارات إلى الكليات العسكرية، كلية حربية وكلية الشرطة، إلى جانب يعني تأتي الزيارة التي يقومون بها الآن أو قاموا بها إلى مدينة الإسماعيلية والالتقاء بالفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مع وزير الشباب والرياضة. أعتقد أن هذا يدل دلالة قاطعة على أن الدولة بالفعل يعني أصبحت تولي هذه الفئة المهمة من أبنائنا من أبناء الشعب المصري الاهتمام اللائق بهم. طب أستاذ صلاح، خلينا نتكلم أن يعني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ربما بدأ خطوة هامة جدا ما حصلتش قبل كده في تاريخ مصر بهذا الشكل الموسع، يعني الاحتفال سنويا بهذه الفئة، الاهتمام بتلبية طلباتهم، الاهتمام بتوسيع الدور اللي بيقوموا به داخل المجتمع. طبعا تلا هذا بعد تكليفات السيد الرئيس أن بعض المؤسسات الحكومية الوطنية بدأت أنها
تعمل على برضو مجموعة من الزيارات ودمج هذه الفئة. يبقى المجتمع المدني ويبقى على المستوى الثقافي الشعبي ان الناس بقى تتقبل وجود هذه الفئة اللي تستحق انها تبقى موجودة وتعيش بدون يعني اي وسيلة زي ما بنقول لا اعانة ولا حاجة خاصة بيهم. هما يعني يوصل المجتمع لفكرة ثقافة المجتمع الواحد. بالفعل يعني احنا عندنا مهارات وعندنا كوادر ويعني اشخاص اثبتوا كفاءة واثبتوا نحن الان نتعلم منهم. يعني هناك امثلة كثيرة وعديدة في تاريخ الشعب المصري من أصحاب الهمم حققوا إنجازات وحققوا بطولات في مجالاتهم في الكثير من المجالات. أعتقد أن الشعب المصري مدرك تماما أن النظرة لأصحاب الهمم يجب أن تختلف وأنه يجب الاعتماد على يعني إبراز الطاقات والمهارات الكامنة داخل كل منهم، لأن كل منهم يمتلك طاقة ويمتلك مهارة يمكن إذا أحسن استغلالها والعمل على تنميتها أن يكون عنصر متأصل وأصيل داخل المجتمع، يعني يقدم خبراته ويقدم مهاراته ويستطيع المجتمع أن ينهض. وهذه الفئة إذا ما تم إدماجها كما تفضلت داخل المجتمع بطريقة تليق بالمجتمع وتليق بهم، لأن مصر دولة منذ آلاف السنين دولة ذات حضارة عريقة، دولة أبنائها يتمتعون بالأخلاق الرفيعة، لكن يعني العمل على إحياء أو يعني استفزاز طاقات هؤلاء وإخراجها إلى النور للاستفادة منها في تطوير وتنمية المجتمع، أعتقد أنها يجب أن تكون مجال اهتمامنا جميعا باعتبارنا مواطنين في هذا الوطن. نعمل على الاستفادة من خبرات هؤلاء والاستفادة من مهاراتهم وقدراتهم الفعلية والعمل على تنمية هذه القدرات لإفادة المجتمع من جهة أخرى. يعني يجب أن يتعامل صحيح. المجتمع معهم بطريقة يعني بعيدا عن التنمر بقى وبعيدا عن فكرة الإساءة بالضبط. يعني هناك أمور لم تعد لها محل من الإعراب الحقيقة داخل المجتمع المصري. طب خلينا وإحنا تاريخيا يعني إحنا عندنا نماذج فزة في تاريخ المجتمع. إذا تحدثنا عن طه حسين، إذا يعني إذا تحدثنا عن عمار الشريعي، إذا تحدثنا صحيح. عن سيد مكاوي، إذا تحدثنا عن هؤلاء العمالقة الذين أصبحنا الآن نتعلم منهم، يعني لم يقفوا عند يعني المسألة البسيطة التي تعرضوا للإصابة بها، لم تعقهم عن استكمال دورهم التنويري في المجتمع، وأصبحنا الآن نتعلم منهم بالفعل. يعني فهذه يجب النظرة يجب أن تتغير بالفعل. صحيح. خلونا نروح مع حضرتك لخبر آخر، حيث التقت الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوفد ممثلي التحالف الإفريقي للمناخ. خلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة سعيد أهمية استضافة مصر لمؤتمر الأطراف المقبل لاتفاقية تغير المناخ COP27، كما استعرضت السعيد جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتضمين موضوعات الاستدامة ومواجهة ظاهرة تغير المناخ في الخطط والاستراتيجيات الوطنية، وعلى رأس تحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وتطبيق معايير الاستدامة البيئية، زيادة نسبة المشروعات الخضراء ل 30% من الخطة الاستثمارية خلال العام المالي الحالي 2021-2022، التطلع لوصول تلك النسبة إلى 50% بحلول عام 2024-2025، لافتة إلى أن الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بتغير المناخ والهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية وإطلاق السندات الخضراء وغيرها من الأهمية. خلينا يعني الحقيقة يعني أستاذ صلاح، أنا عايزة في الأول نأكد على بداية فكرة الاجتماعات اللي بدأت مبكرا منذ الإعلان عن استضافة مصر لهذا يعني المؤتمر العالمي اللي بيضع مصر بقى يعني تبقى قبلة للعالم أجمع. فخلينا نتكلم عن الترتيبات اللي بتسير الآن على قدم وساق بتكليفات من رئيس مجلس الوزراء للمؤسسات الحكومية المعنية بمثل هذا المؤتمر. بالفعل منذ أن يعني أعلن عن استضافة مصر لمؤتمر COP27 في شرم الشيخ، ورئيس الوزراء يعني عقد العديد من الاجتماعات وشكل لجنة يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تكون مهمتها يعني تنظيم هذا الحدث والاستعداد له. مدينة شرم الشيخ أصبحت الآن من المدن العالمية التي تستقبل بالفعل المؤتمرات العالمية. الآن مؤتمر البيئة والتغير المناخي أصبح من المؤتمرات التي تحظى باهتمام عالمي، والمؤتمرات السابقة يعني حققت نجاحات للدول التي عقدت فيه.
أعتقد أن مصر منذ فترة استعدت بالفعل لإنعقاد هذا المؤتمر على أرضها. الحكومة المصرية أولت موضوعات الحفاظ على البيئة اهتماما بالغا. أعتقد أن موضوع إحلال السيارات القديمة يعني أصبح يعني يحاكي المشروعات التي توجهها الدول الأكثر تقدما، إلى جانب أن إحياء الاعتماد على الطاقة البديلة أو الطاقة النظيفة في الكثير من المشروعات التي تقام على أرض مصر دليلا واضحا على أن مصر تولي هذا الملف المهم اهتماما بالغا، إلى جانب أنه أصبحت يعني مدينة شرم الشيخ تستعد لهذا الحدث بتطوير السيارات داخل المدينة، بحيث يتم الاعتماد على السيارات التي تتعامل مع البيئة أو السيارات الخضراء أو سيارات الغاز الطبيعي أو الكهرباء أو غيرها من يعني السيارات التي يعني لا تلوث البيئة، إلى جانب أنه يتم الآن حول المدن إقامة الأحزمة الخضراء، ومنها بطبيعة الحال مدينة شرم الشيخ، إلى جانب محاور الطرق الرئيسية التي تحدثنا عنها قبل قليل، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة أن يعني تكون هذه الطرق ومداخل المدن بشكل حضاري تشمل يعني المناطق الخضراء التي بالفعل تحافظ على البيئة، وهدفها الرئيسي الحفاظ على البيئة. فمصر سارعت بالفعل بتكوين لجنة للاستعداد لاستقبال ضيوف مصر لهذا الحدث، إلى جانب أنها بدأت بالفعل تطبيق هذه المعايير البيئية بحيث تناسب الـ يعني السنوات القادمة خطة التنمية 2030. صحيح. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. مشاهدينا الكرام بكده بتكون انتهت جولتنا الإخبارية، هسيب حضراتكم دلوقتي مع لقاء مع الأستاذ الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، أجرته الزميلة العزيزة رشا مجدي، هسيب حضراتكم مع هذا اللقاء وبعدها مستمرين معاكم وصباح الفل. رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم بقية فقرات. الحقيقة فقرتنا النهاردة هي بعنوان فتح عينيك. طول ما انت جواك نفس وعايش يبقى ما عندكش عذر تقول مستحيل. اللي بيقول كلمة مستحيل بيقولها مش عشان إمكانياته ضعيفة ولا عشان ظروفه صعبة، لا، ده عشان نقصه حاجة. اللي بيقول الكلمة دي بيقولها عشان هو فعلا ضعيف. لكل شخص خايف يواجه ظروفه ومش قادر يحقق حلمه فتح عينيك، هتلاقي حواليك ناس كتير ما عندهاش كل النعم اللي عندك ومع ذلك بتعافر لحد ما يحققوا حلمهم. النهاردة معانا شاب من ذوي الهمم عنده أحلام زي أي حد، بس فرق بينه وبين أي حد هو إصراره وعزيمته على إنه يحقق نفسه وإيمانه بنفسه باختلافه وبموهبته. خلاني النهاردة أقدمه وأقول عنه الفنان الصاعد والممثل الموهوب محمد عزمي. منورني النهاردة يا محمد في صباح البلد. الله يخليك محمد، أنت فنان شاب وموهوب وشفنا لك أعمال جميلة الحقيقة. كلمني الأول عن حكايتك في نصيب، مسلسل نصيبي، واسمتك حكاية أوضة وصالة. أنا كان كلمني الأستاذ عمرو محمود ياسين إني عاوزني في حكاية أوضة وصالة في المسلسل. أنا قلت له من غير ما أقرا الورق أنا مع حضرتك. أيوه. لأن فعلا الأستاذ عمرو أي حد يتمنى يشتغل معاه. أكيد. فقريت الورق لقيت الورق كويس والدور نفسه كويس، فالحمد لله يعني. طيب انت بقى كان عندك كده مشهد في المسلسل ده لسعيد، كان دورك لشخص اسمه سعيد. سعيد ده بقى كان بيقول للناس اللي حواليه انا فهمي مش بطيء وانا بفهمكم كويس وكده، كلمني على المشهد ده اكتر يا محمد. لا المشهد ده اثر في الناس جدا واثر فيا انا كمان، عشان ده اللي احنا بنوصله للناس وعاوزين يفهمونا. انا شخص عادي زيكم، بعمل اي حاجة بفهم، بس عندي كلام بطيء شوية، بس بفهم بسرعة.
صح، بتفهم بسرعه وبتفهم زينا يمكن احسن مننا كمان. محمد انت خريج ليسانس اداب صح كده؟ صح. يعني انت تعليمك عالي ومعاك ليسانس وراجل متعلم وفنان وموهوب وعندك حلم عايز تحققه، قول لي كده مين اكتشفك في الاول يا محمد وازاي دخلت مجال التمثيل؟ مجال التمثيل انا تعرفت على الفنانة هاني سلامة ونزلت اتقابلت معاه ودغدينا سوا كمان. ده انت صاحب الفنانين بقى. فقلت له بصراحة كده أنا عاوز أمثل. قال لي هي المواضيع دي بتبقى صعبة على ما الاقي الدور المناسب وكده، بس سيبني أحطها في دماغي وربنا يصل لك الدور وكلم لك حد ومثل. بعد شهرين لقيته فضل فاكره هاني سلامة طول ما انا طول شهرين بقى على طول ازيك الله يسلمك فكروا بيك يعني لو ما تنسانيش يا هاني. بس الفنان الجميل هاني سلامة طبعا بنوجه له التحيه من خلال صباح البلد، واكيد كان ليه دور في ان هو يحطك على اول الطريق. هو انسان محترم جدا وشخص لاقي في التعامل، انا بشكره جدا. واحنا كمان بنشكر الفنان الجميل هاني سلامه. كلمني عن اول دور بقى، اول مسلسل عملته كان اسمه ايه؟ قمر هادي مع الفنان هاني سلامه. ده قمر هادي. عملت بقى دور ايه؟ فرحت قابلت الاستاذ رؤوف عبد العزيز المخلد، شرح لي عبد العزيز شرح لي دول كويس قوي. هو كان دول اسمه عارف بيعمل في معرض عربيات وكده. وعملت الدور حلوة قوي بصراحة يعني. الحمد لله. وعمل صدى كبير جدا مع الناس والناس كلها بقت عارفة عارف كويس جدا ومتعاطفة جدا معاه. ده من قلم ربنا علي. والله. طيب بص يا محمد، انت كنت بتقابل اي صعوبات بقى وانت اول مرة تقف قدام كاميرا وتمثل؟ لا انا نزلت ورشة عمل. كمان يعني ما رحتش كده، ما رحش كده قال انا عايز امثل وحد حطه قدام الكاميرا ومثل على طول، ده راح ذاكر وخد ورشة عمل. ايوه بس بعد ما الدور جالي. بعد ما الدور جالك قلت انا لازم بقى ابقى واقف كده قدام الكاميرا قدها. الاستاذ لؤوف عبد العزيز رشحني للاستاذ لمي جندي مدرب تمثيل. اشتغلنا على التمثيل عامة وعلى الدور وكده. والحمد لله. الحمد لله عملت الدور حلو والتمرين طلع كويس وخدت الكورس بتاعك تمام. ولسه بتفكر بقى محمد تكمل تاني في كورسات التمثيل؟ انتوا شايفيني. احنا شايفين ان انت زي الفل ومش محتاج اي كورسات تمثيل، انت تلقائي وطبيعي وتمثيلك كله بصراحه بيوصل لنا جدا. عملت المشهد بتاع اللي في اوضه وصاله ده عمل قلبان على السوشيال ميديا، كلمني كده قابلت ردود افعال الناس ازاي؟ لا انا اتفاجئت الصراحه. اتفاجئت ما كنتش متخيل. لا بكم على السوشيال ميديا وعلى الجروبات كمية دعم رهيب. ايوه فعلا. وعاوز اقول لك ان في ناس مختلفة ان انا ممثل عادي وعامل انك انت من ذوي الهمة ولا شخص طبيعي. في ناس لسه ما تعرفش ان انت شخص طبيعي وطالع بتمثل عادي. أيوة. الناس متخيلة ان انت بني ادم طبيعي وبتمثل انك من ذوي الهمة. فالناس لما عرف ده بدأ الاعدادات تزيد اكتر. ايوه. وهم عارفين انك انت انسان عادي مش من ذوي الهمة ما بتعمل دور زي ده، فانت كده ممثل عبقري. عرفوا بقى ان انت كده على طبيعتك. احلى طبيعه يا انا بقول ان الممثل العادي مش هيجيب الاكشنات دي. انت كنت بقى بتقول بمناسبه الموضوع اللي انت بتتكلم فيه ده ان محدش هيعرف يمثل ذوي الهمم غير ذوي الهمم نفسهم. ايوه. فهمنا بقى الموضوع ده. عشان هم كده اصلا ما بيمثلوش، هم كده
فانا هوصل للمشاهد طبيعي وبسهولة. صح. انما الممثل العادي هيبقى صعب عليه وهيبقى مش زينا، مش هيبقى طبيعي زي ما انت تقدر تقدم الدور، انت بتقدمه بالظبط وطبيعي جدا ومش بتمثل. ايوه صح، ده اللي انا عاوز اقوله. وعشان كده بيوصل للناس بسرعه جدا، والناس يعني بيلمسها دايما المشاهد بتاعتك يا محمد. طيب عملت برضو مشهد في مسلسل ضربة معلم مع النجم محمد رجب، كلمني عن المشهد ده. هو مشهد كلمني فيه الأستاذ إسماعيل فلوق مخرج ضربة معلم، قال لي أنا عاوزك في مشهد معايا وكده، بعت لي مشهد قريته وكده، قال لي مشهد مع الفنان محمد رجب. رحت عملته والحمد لله برضه عجب الناس. عجب الناس جدا، كان مشهد واحد بس كان مؤثر جدا يا محمد في المسلسل. ايوه، هي الفكره مش تفكري بتعملي ايه، بس تفكري لو مشهد واحد يسمع اكتر من دول اساسي. صح فعلا، وده اللي حصل معاك يعني. انا مثلا شفت المسلسل بسبب المشهد بتاعك، ده خلاني اهتم اكتر، وشفت طبعا ردود الافعال على السوشيال ميديا كانت كبيره جدا. دي صورتك مع محمد رجب اهو، كلمنا عن بقى تمثيلك قدام محمد رجب. لا، الفنان محمد رجب بطبيعته شخص جميل جدا. يعني قبل المشهد قعدنا نهزر مع بعض ونضحك وكده، وهو شخص محترم جدا ولطيف، والله ساعدني جدا في المشهد ده. ساعدك وحسسك كده باجواء التصوير تكون لطيفه عشان تقدر ان انت تطلع احسن معاك. ايوه، فعلا عملت له مشهد بصراحه في المسلسل يعني كان ترند. الحمد لله. والله انت جميل يا محمد. قولي مين بيشجعك، مين دايما بيدعم محمد وبيقف وراه كده وبيقول له برافو كمل؟ بصي، انا هقول لك التشجيع الاول لازم يديم من الاب والام والاسره عامه، وانا بشكرهم على ده على الهوى. مامتي وبابا واخواتي هم السبب في نجاحي دلوقتي. احنا بنشكر مامة محمد وبابا محمد واخوات محمد ان محمد معانا النهارده. الله يخليك بجد والله يا محمد. انا فعلا بشكرهم والله، واحنا كمان بنشكرهم. الله يخليك محمد. انت دايما بنشوفك في مؤتمر شباب العالم، احكي لنا كده عن اشتراكاتك في المؤتمر ده، وليه اشمعنى دايما مش يعني ما بتغيبش عن اي منتدى لشباب العالم ليه؟ بحب احضر المنتدى لاني بحب اوصل صوت ذوي الهمم وكده. دايما بيبقى ليك رساله عايز توصلها. رسالتك اني اسلط الضوء عليهم وعلى مشاكلهم اللي بيعانوا منها وكده. وربنا كرمني وقابلت الرئيس عبد الفتاح، وقابلته ثلاث مرات. ثلاث مرات يا بختك يا شيخ، ثلاث مرات. ومره قعدت جنبه في اسماعيليه كمان. جابك قعدك جنبه. قلت له ايه بقى يا محمد؟ كان ايه رسالتك للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ بص، انا في الاول عرفت بنفسي وكده، وقلت له عن ذوي الهمم ومشاكلهم وهم قد ايه بيعانوا وكده، وهو مستمع جدا للشباب، وخصوصا عامل مؤتمر شباب العالم يا محمد عشان يسمعكم، وخصوصا الشباب اللي من ذوي الهم. هو فعلا مهتم جدا بشباب ذوي الهم. قال لك ايه بقى يا محمد؟ قال لي انتوا في عينينا وكده، واحنا بنعمل اللي بنقدر عليه. وهو التحسن ملموس واحنا شايفينه على ارض الواقع. اكيد
أكيد عن السنوات اللي فاتت. عن كل السنوات اللي فاتت أنت شايف إن الموضوع في تقدم وفي تحسن. تقدم. أنت بتاخد حقوقك في البلد دلوقتي زيك زي أي حد عادي. الحمد لله. الحمد لله وبتقف قدام كاميرا وبتمثل وفنان ونجيبك في البرامج. الحمد محمد في سر بقى كده، أنا عرفت إن أنت كنت كمان بتشتغل في السوشيال ميديا، أنت عايز إيه بقى مننا؟ أنت عايز إيه يا محمد مننا؟ عايز تاخد مننا الشغلانة؟ لا لا امال ايه؟ هي ده صدفة. أنا بحب أقعد على الكمبيوتر طويل وأحب السوشيال ميديا عامة، فقابلت الأستاذة لشا نبيل. ده كان في أول مؤتمر، في أول مؤتمر قابلتها هناك 2016. فعرفت بنفسي وكده على أساس لقاء معاها وكده. بعد اللقاء اشتغلنا سوا الحمد لله. اشتغلت معاها في السوشيال ميديا. بس انت شاطر يا محمد، دايما عندك حلم وعايز دايما تجدد من نفسك وتعمل دايما كل جديد. الحمد لله. وعاوز اقول لك اي حاجه بتدخلي تشتغلي فيها وانت بتحبيها اكيد هتتعلمي منها. وانت بقى بتحب التمثيل. حسيت من امتى كده محمد انك نفسك تمثل؟ بصي، وانا بحب المسلسلات والتلفزيون، يعني اطفال بتحب تقعد تتابع تلفزيون سينما كده يعني. وفي مشاهد معينه بتقف قدامي تفضل فاكرها بنفسك تمثل ده، بقعد اقللها بالحته كمان. قلت ليه ما اخدش تجربه ومثل. برافو عليك يا محمد، واشتغلت على نفسك ومثلت وبقيت تعمل ادوار تسمع والناس كلها تتفرج عليك. بس ده جه بعد مجهود طبعا كبير طبعا. لا يتخيله اي حد. الناس فاكره طلع مثل وخلاص. لا، في اي واحد ناجح في حياته أكيد تعب. أكيد قابلت صعوبات طبعا محمد. إيه كلمنا شوية عن الصعوبات اللي أنت قابلتها، إيه أكتر حاجة صعبة كده ومحمد ماشي في طريقه ومشواره كده قابلها؟ من ناحية التمثيل ولا؟ من ناحية التمثيل. لا، إني ما بتلاقيش الدور المناسب ليكي، وأنا بطالب من البرنامج ده يزودوا الأدوار بتاعت ذوي الهمم. بطالب المخلدين والمؤلفين. يعني احنا وقفنا قدام كاملة مرة واثنين وثلاثة، خلاص بقى في شوية ثقة. ما هو المخلد بيخاف برضه عشان الانتاج وكده، فبيقلق شوية، وده طبيعي. لا بس خلينا نقول ان ده طبعا حقكم، ورساله من هنا من صباح البلد لكل المخرجين والمؤلفين والمنتجين ان هم يكتروا شويه من ادوار ذوي الهمم، لانها فعلا حاجه كلنا عايشينها. واكيد في بيوت كتير مننا فيها زي محمد عزمي، وطبعا ده حاجه تشرفنا كلنا. الحمد لله. الحمد لله. محمد طبعا انت قلت لي عن الصعوبات، ان انت بتقابل صعوبات في موضوع المشاهد. طب في دراستك كنت بتقابل اي صعوبات؟ في دراستي قابلت صعوبات. يعني انا ما بعرفش اكتب، امسك القلم بايدي، فبجيب حد يكتب لي في الامتحان وكده. بس برافو عليك، اتخرجت ونجحت. خدت كل سنه بسنه ولا كنت بتدبر؟ لا ولا حاجه، الحمد لله ناجح يعني وزي الفل. ولا سنه. طب حد بقى بيطلب منك تغششه بقى والكلام ده في الامتحانات؟ عشان محمد كان شاطر. انت كنت شاطر يا محمد جدا ما شاء الله عليك. الحمد لله. الحمد لله. محمد كنت بتقابل بقى اكيد احنا في وسطينا متنمرين كتير جدا. صح؟ بتقابل بقى التنمر ده ازاي؟ بتزعل ولا بتكبر دماغك؟ والله في الاول كنت بزعل وكده، بس بقيت امشي بمقولة قافلة تسيل والكلاب تعوي. برافو عليك، احسن حاجة قلتها. ايوه. وما بقتش بقى خلاص تديهم اهتمام. ما بقتش ابص، لان هبص ولايا هتعب. طب تحب بقى توجه رسالة كده لكل متنمر تقول له ايه؟
انت قبل ما تشوف الناس اللي بتتنمر عليها شوف نفسك انت. هتلاقي اي واحد فينا جواه عيوب. بس ماشي. اخيرا كده محمد عايزك تقول لي ايه اللي محمد عزمي نفسه يحققه لسه ما حققوش. نفسي اكمل تمثيل واحقق الحلم ده واكون اوصل رساله ان مفيش ان ذوي الهمم يقدروا يعملوا اي حاجه وكده يعني. ان شاء الله تقدر تحقق كل اللي نفسك فيه يا محمد، وكلنا معاك وكلنا بندعمك ومصر بتدعمك والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه بيدعمك. وانا انت نورتني يا محمد الحقيقه، وللاسف فقرتنا خلصت بسرعه. يعني القعده معاك بصراحه ما تشبعش منها. الله يخليك. شكرا ليك يا محمد. انا عايزه اقول لكم فتحوا عينيكم، هتلاقوا اشخاص كتير زي محمد بنجاحه وباصراره وبقوته، بس بلاش كده نعلق يعني فشلنا على شماعه الظروف، وكفايه نقول خوف، وكفايه واجهوا الحياه بكل قوتكم مهما كان عندكم حاجات تضايقكم ومهما كنتم مختلفين. اوقات كتير اختلافنا بيكون بوابتنا للنجاح. فتحوا عينيكم، لسه الحياه مليانه امل. ممكن اقول حدث صغير؟ يلا محمد. انا بس نفسي اقابل الفنان تامر حسني لان انا بحبه قوي على مستوى شخصي. الحقيقه هو الفنان الجميل تامر حسني دايما بيلبي كل طلبات معجبينه، ونداء اخر مننا من صباح البلد للفنان الجميل تامر حسني ان الفنان محمد عزمي نفسه يقابله. ان شاء الله يلبي ندائك، وان شاء الله يشوفك. ان شاء الله ونجيبك تاني معانا في صباح البلد يا محمد. ان شاء الله. فقرتنا خلصت، لكن حلقتنا لسه ما خلصتش، مكملين معاكم بقيه فقرات صباح البلد. يا صباح الفل، صباح السعادة على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم فقرة جديدة من صباح البلد. عنوان فقرتنا النهاردة الأمل في علاج انعدام الحيوانات المنوية. النهاردة هنتكلم على علاج الحيوانات المنوية والأمل في العلاج بتاع المشكلة دي. في دراسات كتيرة اتنشرت في مجلات عالمية أشهرها مجلة فيرتيليتي استريليتي إن انعدام الحيوانات المنوية بقى منتشر جدا، وإن 1% من الذكور بعد الزواج بيكتشفوا إن عندهم انعدام في الحيوانات المنوية، وإن 10% من المرضى اللي عندهم تأخر الإنجاب لما بيعمل تحليل السائل المنوي بيكتشف إن مشكلته هي انعدام تام في الحيوانات المنوية. النهاردة هنتكلم على الموضوع ده باستفاضة، وكمان هيكون أكيد معانا حلول للمشكلة دي مع القيمة والقامة العلمية الكبيرة اللي مشرفنا النهاردة، الأستاذ الدكتور خالد حافظ استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة، زميل يونيفرستي كوليدج بلندن بإنجلترا، وزميل كلية الجراحين الملكية بجلاسكو بإنجلترا، وعضو الجمعية الأوروبية لجراحة المسالك البولية، وعضو الجمعية الدولية لجراحات إصلاح مجرى البول. دكتور خالد صباح الفل على حضرتك، اهلا بحضرتك منورنا النهارده. صباح الفل، اهلا وسهلا. النهارده يا دكتور هنبدا بمشكله، واكيد المشكله دي يكون ليها معانا حل، وهو الامل. الامل في علاج حالات انعدام الحيوانات المنويه. خلينا يا دكتور في البدايه نعرف يعني ايه انعدام الحيوانات المنويه، ويمكن المشكله دي للاسف ما بنعرفهاش، او الثقافه السائده عندنا ان ما تتعرفش غير بعد الزواج، طبعا بعد ما بيتم مشاكل كتير والصبر على فترات طويله بيحاولوا فيها ان يحصل حدوث حمل طبيعي. خلينا في الاول نعرف يعني ايه انعدام الحيوانات المنويه. تمام. يعني من دواعي سروري ان انا مع حضرتك النهارده وفي برنامج جميل زي صباح البلد، اللي هو بيدي دايما بارقه امل للناس وبيوصل لهم يعني رساله ان دايما في امل ودايما في علاج، وان احنا لازم ناخد بالاسباب. شرفينا يا دكتور. الله يخلي حضرتك. انعدام الحيوانات المنويه تعريفه ان مفيش حيوانات منويه نهائيا في تحليل السائل المنوي في تحليلين على الاقل. انا بقول كده ليه؟ لان في ناس كتيره بتعمل تحليل واحد فقط وتلاقي ما فيش حيوانات منوية وتعتمد عليه في التشخيص والعلاج، وده خطأ كبير. لازم تحليلين على الأقل، ويكون التحليلين بيأكدوا إن ما فيش حيوانات منوية خالص في السائل المنوي. يبقى أنا كده وصلت لتشخيص الحالة إن عندها انعدام في الحيوانات المنوية، وأبدأ بعد كده أفكر في بقية التشخيص والعلاج.
تمام. تحليلين يا دكتور، تحليلين نفس التحليل يعني مش تحليلين نوعين مختلفين؟ تحليلين هو نفس المنوي. التحليل بيتعاد مرتين على بالزبط. فترات متباعده بالظبط، لان ممكن يبقى في مشكله في العينه، العينه ما جاتش بطريقه كويسه، او في مشكله في المعمل، او في اي مشكله خلت الانتربريتيشن او تقييم العينه ديت مش مظبوط. صحيح، وده حصل كتير. يعني كتير مره جالي مريض كان مخضوض جدا جدا، عمل تحليل سائل منوي لقاه صفر، ولما كشفت عليه لقيته اموره كويسه جدا، خصي حجمها كويس. قلت له غالبا، وكميه التحليل كانت قليله، قلت له غالبا دي مشكله في العينه بتاعت حضرتك، فمعلش عد لنا التحليل تاني، وعاد التحليل وطلع طبيعي. فلازم تحليلين على الاقل يؤكدوا ان مفيش حيوانات منويه خالص في السائل المنوي. تمام. يمكن يا دكتور مشكلة انعدام الحيوانات المنوية ما بتكتشفش عادة بدري، يعني عادة بتكتشف بعد الزواج، بعد ما بيكون خلاص في حياة في أسرة، هنا بنكتشف المشكلة دي، ومن هنا بقى بتحصل المشاكل اللي بعد كده. حجم المشكلة دي يا دكتور قد إيه؟ هل هي فعلا مشكلة كبيرة جدا ملهاش حلول النهاردة؟ هل هي مشكلة بسيطة وفيها أمل زي ما احنا قلنا وحلولها سهلة وسريعة النهاردة؟ حجم المشكلة دي بيوصل لإيه؟ هو دايما أهمية المشكلة بتيجي من حجمها، اللي بنسميها الماجنتيود اوف ذا بروبلم. لما تبقى المشكلة ليها حجم كبير تبقى المشكلة دي مهمة ولازم نسلط عليها الضوء. تمام. يمكن أنا هاخد من كلام حضرتك في الانترو إن المشكلة دي بقت منتشرة جدا. يمكن إحنا عملنا دراسة لما كنت في إنجلترا، عملت دراسة على حالات انعدام الحيوانات المنوية، انتشارها قد إيه، وإيه الطريقة الأمثل في علاجها، وفرص النجاح قد إيه. يمكن الدراسة دي ممكن نعرضها على الشاشة. ديت الدراسة اللي إحنا عملناها نشرناها في الهيومن فيرتيليتي، وديت يعني من الجورنالز المرموقة جدا في أمراض الذكورة. كانت بتتكلم على معدلات حدوث انعدام الحيوانات المنوية وإزاي تتعالج، وإيه فرص النجاح، وإيه فرص الحقن المجهري بعد كده. تمام. في 10% من المرضى اللي عندهم تأخر إنجاب لما بيعملوا تحليل السائل المنوي بيكتشف إن مشكلته انعدام في الحيوانات المنوية. تمام. و10% دي نسبة كبيرة طبعا، ما هياش نسبة قليلة. 1% من الناس اللي عندها انعدام تأخر في الإنجاب بشكل عام بتبقى مشكلته انعدام في الحيوانات المنوية. فطبعا مشكلة انعدام الحيوانات المنوية منتشرة جدا، وهي في ازدياد دلوقتي. يعني كان زمان نادرا لما يجي لنا مريض تحليله صفر، دلوقتي يمكن نص العيادة أو أكتر مرضى معاهم تحاليل ما فيهاش حيوانات منوية. السبب إيه يا دكتور؟ هل هي أسباب وراثية؟ هل هي أسباب يعني مكتسبة؟ هل هي حاجات عادات خطأ الرجل بيعملها؟ مش موضوع عادات قوي، ولكن في لسبب أو لآخر الموضوع زاد. في ثيوريز كتيرة وفرضيات كتيرة بتقول ليه انعدام الحيوانات المنوية زاد دلوقتي. ممكن التعرض بقى لملوثات، التعرض لمشكلات بقت موجودة في اللايف ستايل بتاعنا دلوقتي، الأكل مثلا الغير صحي بيأثر بالزبط. على ممكن كل الحاجات دي تأثر. زائد العامل الأكبر من وجهة نظري إن الثقافة اللي زادت. يعني كان زمان ممكن اثنين يتجوزوا بقالهم 20 سنة ما خلفوش ويعيشوا ويموتوا، ما نعرفش كانت المشكلة عند الراجل ولا فين أصلاً. ما نعرفش خالص. دلوقتي بعد شهر ولا شهرين تلاقي الناس جاية تكشف أنا متجوز بقالي شهرين وما خلفتش. طبعا شهرين دي مدة صغيرة جدا، ولكن الثقافة الطبية بدأت تزيد، وحرص الناس على السعي للميديكال ادفايس زاد، فبدأنا نكتشف. فده اللي خلى المعدلات تزيد دلوقتي. سبب كمان يا دكتور من اسباب زياده الثقافه دي في الفتره الحاليه ومن فتره طبعا وجود حضراتكم، لما بتطلعوا دايما معانا في البرامج التثقيفيه نتكلم اكتر، نعرف الناس المعلومات الغلط، نعرف الناس الصح، دي حاجه زادت جدا من وعي الناس بالزبط. وخلت فعلا الشباب عندهم القدره كمان على مواجهه المشاكل. يعني بالزبط. يمكن زمان ممكن برضو كان اكتر لما حد يبقى عنده مشكله ما بيواجهش قوي، لكن دلوقتي بقت الثقافة متغيرة، بقت الشاب بيواجه، بيروح علشان يتعالج، علشان طبعا حياة أفضل. يعني بالظبط، لأن برضو الأمل يمكن عنوان الفقرة، الأمل في علاج انعدام الحيوانات المنوية. كان زمان الناس شايفة أن الموضوع ده ما فيش فيه أمل. يعني مثلا من 10 سنين، من 15 سنة لما كان المريض بيجي بتحليل صفر، حضرتك روح أقعد في البيت ملكش حل. صحيح. دلوقتي لا، في فرص كتيره جدا. صحيح. في العلاج، وفي نسبه كبيره جدا من المرضى دول ربنا بيرزقهم باولاد عن طريق العلاج اللي هنتكلم عليه بقى في تمام. الاسئله اللي بعد كده. طيب لو اتكلمنا يا دكتور عن انعدام الحيوانات المنويه، احنا قلنا خلاص اسبابها، الانواع هل ليها انواع ولا هل كلها حالات واحده، كلها حالات متشابهه بتتم بعلاج واحد بتكنيك واحد؟ لا طبعا ليها انواع، والذهاب للمختص هو اللي بيخليني اشخص
انا انه نوع فيهم وايه سبب مشكلتي وايه افضل طريقه للعلاج. في نوعين كبار. النوع الاولاني اسمه النون اوبستراكتيف ازوسبرميا، يعني انعدام الحيوانات المنويه بسبب ضعف نسيج الخصي، تمام، يعني المصنع ذات نفسه ضعيف. النوع الثاني اسمه الاوبستراكتيف ازوسبرميا، اللي هو انعدام الحيوانات المنويه نتيجه انسداد في القنوات المنويه. تمام. يبقى النوع الاولاني نتيجه ضعف في نسيج الخصيه، وده بيمثل حوالي 70% من الحالات، هو الشق الاكبر. والنوع الثاني نتيجه الانسداد، وده بيمثل حوالي 30%، وده شق اقل شويه. ضعف نسيج الخصيه ليه اسباب كتيره، زي الخلل الهرموني، زي الدوالي لو كبيره وبقالها مده طويله، زي الخلل الجيني او مرض كلاين فلتر، زي الالتهابات، زي الخصيه المعلقه. اي حاجه تاثر على نسيج الخصيه ممكن تخلي تصنيع الحيوانات المنويه يضعف جدا، لدرجه ان ما يبقاش في حيوانات منويه خالص. تمام. في الناحيه الثانيه الانسداد اللي هو 30% من الحالات برضه ليه اسباب كتيره. في اسباب خلقيه، في ناس مولوده من غير حبل منوي، يعني الخصيه سليمه تماما، ولكن الوعاء الناقل اللي بينقل الحيوانات المنويه مش موجود. في حالات بيبقى فيها انسداد في قناه القصف. في حالات عملت جراحات قبل كده بشكل مش مظبوط وتم ربط الحبل المنوي على الناحيتين. ففي أسباب كتيرة قد تؤدي إلى الانسداد. إن أنا أميز حالتي إذا كانت ضعف في نسيج الخصية ولا انسداد في القنوات المنوية، ده مهم جدا جدا طبعا. جدا في رحلة العلاج بعد. هنا بقى دكتور جينا عند الحتة الأهم في رحلة العلاج زي ما حضرتك بتقول، وهي التشخيص. تمام. هنا بقى نعمل ايه؟ يتم تشخيص الحاله ازاي؟ المريض او اللي حس ان هو عنده عرض او اللي هو عرف بالفعل مشكلته هي انعدام الحيوانات المنويه يبدا يعمل ايه عشان يمشي في طريق صح؟ في طرق كتير بنمشي فيها بتضيع وقت كتير، فلوس كتير، فرص كتير من ان يحصل حمل طبيعي او تحصل حل للمشكله دي. نمشي بقى ازاي طريق صح؟ هي دي الرساله اللي احنا عايزين نوصلها للناس. انا السيناريو اللي بيحصل ايه؟ اتنين بيتجوزوا والحمل ما بيحصلش اول شهر واثنين وثلاثه، وبعد كده بنروح لدكتور النساء. دي الثقافه السيده اول حاجه. طبعا اول حاجه اول باب هو دكتور النساء. صحيح. الدكتور النساء المفروض ان هو يطلب تحليل سائل المنوي، ده رقم واحد. لو تحليل السائل المنوي فيه مشكله اريفير الراجل لدكتور الذكور. لو تحليل السائل المنوي كويس ابدا اشوف الست. اللي بيحصل ايه بقى؟ انا ما بطلبش حاجه من الراجل والست تقعد تعمل اشعات وتحاليل واشعه بالصبغه ومنظار بطن وحاجات مرهقه جدا. صحيح. وحاجات طويله جدا وبتاخد فلوس وقت ومجهود، وبعد ده كله اكتشف ان تحليل الراجل صفر. فحرام علينا. طبعا هي كانت سليمه، كان المفروض ما تعملش اي حاجه خالص. كان المفروض ان انا اوفر الوقت والفلوس والمجهود، ويمكن الوقت اهم حاجه. في ناس قعدت تتعالج بالعشر سنين وبعدين اكتشفوا ان المشكله في الراجل. طيب بعد ما الراجل اتعالج الست بقت عندها 40 سنة، الفرص خلاص وفرصتها ضاعت، يروح يتجوز واحدة تانية ويبقى أنا كده ظلمت وهو الست السبب أساسا، اللي يعني صبرت عليا كل المدة دي. صحيح. فرقم واحد تحليل السائل المنوي. لو تحليل السائل المنوي فيه مشكلة ما عدش أتعالج مع دكتور النساء. أنا جالي مريض كذا مرة قاعد يتعالج مع دكتور النساء 10 سنين، يروح العياده يقعد ستات كلها قاعده، هو قاعد في النص. هو يعني هو ازاي مقتنع اساسا انت مش ملاحظ ان في حاجه غريبه؟ ان كل قاعدين ستات وانت الوحيد اللي قاعد. الراجل يتعالج عند دكتور الذكوره والست تعالج عند دكتور النساء. طب بنشخصه ازاي؟ برضو زي ما اتعودنا التشخيص لازم يبقى سيستماتيك، التقييم الاكلينيكي والفحوصات. الراجل بيجي بناخد منه تاريخ مرضي، هل اتعرضت لالتهابات وانت صغير، كان عندك مشكله وانت صغير زي الخصيه المعلقه، جاي ورم في الخصيه لا قدر الله، خدنا علاج كيماوي علاج اشعاعي، نحاول نوصل لسبب مشكلته. تمام. طيب بعد كده بنفحص المريض، بنشوف الحبل المنوي اخباره ايه، هل في عدم تخليق للحبل المنوي ولا لا، في انسداد او في بنلاقي الحبل المنوي كده بيدد عامل في الريجولاريتي كده في مشاكل، او الخصيه حجمها عامل ازاي، حجمها طبيعي ولا حجمها صغير. كل الحاجات دي بتخلينا نشخص وتخلينا نعرف ده انسداد ولا ضعف في نسيج الخصيه. بعد كده بنطلب الفحوصات. الفحوصات في حاجات كتيره ولكن اشهرها تحليل السائل المنوي في مرتين على الاقل، تحليل الهرمونات. الهرمونات في الاغلب بتخلينا نفرق، بتبقى طبيعيه في حالات الانسداد، وفي الاغلب هرمون الاف اس اتش بيبقى عالي جدا في حالات ضعف نسيج الخصيه. وبنعمل اشعات، اشعه على الخصيه وممكن اشعه من الشرج عشان نشوف في انسداد ولا لا. دي الحاجات اللي غالبا بنطلبها. ممكن نطلب حاجات اكتر من كده اقل من كده على حسب الحاله، حسب الحالة. ولكن في نهايه المطاف بعد ما نعمل ده كله الصوره بتبدا تتضح. طبعا المريض ده عنده انسداد ولا عنده ضعف في نسيج الخصيه، سبب المشكله ايه، المفروض يتعالج ازاي. تمام. لما نعرف اكيد السبب مظبوط هنمشي في طريق العلاج المظبوط المختصر اللي ممكن يكون يعني في مده بسيطه بالزبط. جدا ويتم العلاج النهائي. بالظبط. طيب نتكلم بقى يا دكتور عن الامل
ودي يعني النقطة المهمة في فقرتنا النهاردة، وهي الأمل في علاج انعدام الحيوانات المنوية. يمكن ده السؤال الأساسي بتاع فقرة النهاردة. هل أنا لو اكتشفت أن عندي انعدام في الحيوانات المنوية أقعد في البيت؟ لا، حضرتك هتسعى للعلاج، لأن عندك فرص كبيرة جدا 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 للعلاج. أولا حالات الانسداد، حالات الانسداد أكتر من 99% من مرضى الانسداد بنعرف لأن الخصية سليمة، ولكن في انسداد في الحبل المنوي، فالمصنع نفسه سليم. ممكن استخرج حيوانات منويه من البربخ او من الخصيه واعمل بيها حقن مجهري، فرصه نجاح الاستخراج ده 99%. فحرام عليا يبقى مريض عنده فرصه فوق ال 95 او 99% واقول له اقعد في البيت. ده رقم واحد. رقم اتنين نيجي للكاتيجوري الثاني اللي هو ضعف نسيج الخصيه. في أكتر من 50% من مرضى ضعف نسيج الخصية ممكن نستخرج منهم حيوانات منوية عن طريق المسح الميكروسكوبي. يمكن كان في صورة ممكن نعرضها تبين لنا المسح الميكروسكوبي بيتعمل إزاي وإيه هي فرص النجاح في المسح الميكروسكوبي. ديت الصورة اللي معروضة، ده شكل الخصية وشكل الأنابيب المنوية. الأنابيب المنوية اللي في النص اللي ممسوكة بالفورسبس دي شكل الأنابيب المنوية السليمة. تمام. واللي موجودة على الأطراف دي شكل الأنابيب المنوية الضعيفة. المسح الميكروسكوبي ده أنا بفتح الخصية وبدور جواها على بؤرة منوية فيها حيوانات منوية سليمة، أبدأ أخدها واستخرجها وأجمدها وأعمل بيها بعد كده حقن مجهري. يمكن في فيديو بيبين كمان بالتفصيل طريقة المسح الميكروسكوبي. الفيديو ده very illustrative، يعني احنا كده بنفتح الخصية وبنبدأ ندور جواها بالميكروسكوب الجراحي. الميكروسكوب الجراحي ده بيكبر جدا زي ما احنا شايفين على الشاشة، بيكبر جدا 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 الأنسجة أكتر من 20 ضعف، يعني السنتي يبقى ربع متر. بنشوف البؤرة المنوية، بنطلعها، بنبص عليها بالميكروسكوب في معمل الأجنة اللي جنبنا. دي الشكل العينة اللي فيها حيوانات منوية، دي شكل العينة اللي ما فيهاش حيوانات منوية. بعد كده بنبدأ نعمل بروسيسنج للعينة ديت، نستخرج الحيوانات المنوية ونعمل بيها حقن مجهري. كده قفلنا الجرح اللي اتعمل بشكل برضو دقيق. وده اللي بيميز العينة الميكروسكوبية عن العينة العشوائية. العينة العشوائية بناخدها كده عمياني من غير ما نطلع البؤرة المنوية، ممكن ناخد جزء كبير من نسيج الخصية، وده بيبقى ليه أضرار كبيرة قوي للخصية. هنا الشكل الفيديو ده، الصورة دي بتبين الحقن المجهري، إزاي أنا بحقن الحيوان المنوي جوه البويضة. مهما كان الحيوان المنوي ده ضعيف، ما بيتحركش كويس، أنا خلاص أنا انتقيت أفضل الموجود. صحيح. وحقنته جوه البويضة بشكل مباشر عشان يتكون جنين بعد كده ننقل الأجنة. ففرص الأمل وفرص العلاج فوق ال 95% في حالات الانسداد، فوق ال 50% في حالات ضعف نسيج الخصية. اللي عايز أقوله حضرتك إن حتى ال 50% اللي ما بنلاقيش فيهم حيوانات منوية هو برضو بيبقى استفاد. تمام. بيبقى استفاد إن هو خد بالأسباب وإن هو ارتاح نفسياً. أنا خدت بالأسباب وعرفت إن الخصية بتاعتي مش شغالة، فأنا كده أبقى مرتاح نفسياً، ما عودش طول العمر أحس إن أنا كان عندي فرصة وأنا فوتها على نفسي. تمام. طبعاً يا دكتور، يعني معلومات قيمة جداً من حضرتك، بشكر جداً وجودك معنا النهاردة، شرفتنا ونورتنا. الأستاذ الدكتور خالد حافظ، استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة، زميل يونيفرسيتي كوليدج بلندن بإنجلترا، زميل كلية الجراحين الملكية بجلاسكو بإنجلترا، عضو الجمعية الأوروبية لجراحة المسالك البولية، وعضو الجمعية الدولية لجراحات إصلاح مجرى البول ISORU. خلصت فقرتنا، استنونا وفقرات مختلفة من صباح البلد.